ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسائر علينا حفظه ثم نرساه بجاه النبي والآل ثم الصحابة عليه صلاة الله ما أبد الصلاة وعهد الأهل الأخيار أزكى التحيات يا من يرى هذه الضرير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع من لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع من لي سوى قرعي إذا بك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقير يمنع حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع في الذل قد وفيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلا أتضرع وبحق من أحببته وبعثته وأجابت دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا واطلب بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع ولله اسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط القابل الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحضيض المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القابل المقتدر المقدم الواقع الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك المنقذ الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المضيء المانع الظاهر النافع النور الهادي الفتيع الباقي الوالد الرشيد الصغور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وارض عن الصحابة أجمعين وعلى التابعين والشهداء والصالحين والمسلمين.